طبعا دور الأمانة مميزة جدا، أضافت الكثير. أتمنى إن شاء الله أن أوصل الفكر هذا للاعبين السعوديين، بحيث أنه حتى هو يلعب يكون عنده الفكر أنه بيطبق شيء يعرف هو إيش بيسوي. لا يوجد تطوير لكرة قدم عبر العالم إلا بتطوير المدرب الوطني. المدرب الوطني جزء مهم لا يتجزأ من تطوير كرة القدم، وأعتقد أنه مهما بلغ الشخص من معرفة، دمج المعرفة بالتعليم الأكاديمي مهم جدا للوصول إلى مرحلة الكمال. شوفوا 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 شوفوا. الرخصة الآسيوية بي طبعا هي من أهم الرخص، تعتبر منعطف هام جدا للمدرب، كونها تحدد توجهات المدرب. يبدا المدرب يعلم ويتعلم التكتيك، مهارات، يتعلم الخطط في المباريات، وهذه النقاط الفعليه اللي تهم المدرب في حياته التدريبيه. دورة كانت منوعة، يعني غير الأمور الفنية اللي ممكن المدرب يأخذها في الدورة، كانت الدورة منوعة. كان في محاضرة في القانون، كان في محاضرة في علم النفس، كان في محاضرة أيضا في التغذية.